وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. دكتور مدحت، بعد التحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الإنجازات التي تتم في مصر وعن محاولات بعض يعني الغير وطنيين لتشويه هذه الصورة. السؤال الذي يطرح نفسه، بأي أمارة من الممكن أن يشوه البعض هذه الإنجازات في ظل أن مصر تعتبر من الدول القليلة جدا التي صمدت في ظل أزمة وجائحة كورونا؟ التحية والاحترام لحضرتكم ولحضراتكم ولقناتكم الموقرة. قبل ما يتكلم رئيسنا عن المشروعات وعن التنمية وعن الطفرة الحقيقية الحادثة في المجتمع المصري والأمة المصرية، تحدث العالم كله عنه. فهنا إجابة لمن يعترض ويشير هنا ويرمز هنا، هذه مشروعات وهمية، هذه مشروعات سابقة وجددت، هذه رد العالم كبير وصغير وفي كافة المجالات يرد العالم. العالم بيرد علينا من خلال مؤسسات الصحة العالمية ومن خلال الفاو العالمية الزراعية، بيرد علينا من خلال فيتش وبودز وستاندر ان بورد وبورجان ستانلي وصندوق النقد الدولي اللي بيوافق على قروض مصر لتحسن الوضع الاقتصادي المصري بطريقة غير عادية، والالتزامنا بجداول زمنية لم تضر بالشعب ولم تضر بل أسهمت فيه. الحكومة المصرية حينما تصدر بياناتها ويفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الموقرة المشروعات بعد إعدادها، لا نضع يافطة ونقول هنا سيحدث كذا أو هذا مشروع كذا، لا، يتم افتتاح المشروع. ما بيتمش افتتاح وضع حجر الأساس، لكن بيتم افتتاح المشروع على أرض الواقع. نعم يا أستاذة، وده شفناه جميعا، وآخرهم مشروع مسترد المبهر، القنوات المتخصصة في المجالات الاقتصادية والبتروكيميكالز ما زال حتى هذه اللحظة بتتناول مشروع مسترد الذي افتتح ونقلته قناتكم الموقرة والقنوات المصرية المحترمة، بيتناولوه بشيء من الجدية. كيف نفاجأ بمثل هذه الأمور؟ كيف نفاجأ بالمحطات التحلية المياه في مصر فجأة؟ كيف نفاجأ بأن محطة إنبان في مجال الطاقة الشمسية تحصل على جائزة البنك الدولي للعام الماضي؟ وكيف نفاجأ أن محطة المحسمة الخاصة بالصرف الصحي وتحلية المياه أو إعادة استخدامها وهي الأخرى الآن مرشحة لهذه الجوائز العالمية من قبل هذه المؤسسات العالمية؟ نحن لا نعطي الجوائز لأنفسنا، هم يعطونا. كيف تثبت فيتش ومودز وستاندر اند بورد وهم نادر ما يتفقون على تثبيت ائتماني يثبت مصر عند بي 2 او بي بي او بي بلس 2 في وقت ترنحت فيه اقتصاديات عالمية تحت وطأة كورونا وما حدث من كورونا وما أدراك ما كورونا؟ العالم ما زال لم يستفيق من كورونا. إن كانوا يشيرون إلى كيف تبدأ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، ماذا لو لم تكن مصر بدأت في برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، كيف كان لنا سيتأتى لنا مواجهة كورونا؟ مواجهة الصرف، المواجهة كانت تحتاج صرف. كان السيد الرئيس مهتم بالموازنة وتحقيق الفائض الأولي وهذا حق أي قائد، ووصلنا إلى هذا وحققنا هذا. لكن حينما ضربت الجائحة، ضربت مصر في العصب، في قطاع البترول، في قطاع تحويلات العاملين بالخارج، وهو يشكل لنا أزمة حقيقية في قطاع السياحة. قطاع السياحة رافض هام للاقتصاد المصري. ما في قطاع تأثر في العالم وارتفعت فاتورة الغذاء إلا تأثرت به مصرنا الحبيبة وفي العصب، خاصة تحويلات المصريين في الخارج والقطاع السياحي. توقفت حركة مصر للطيران، توقفت المراكب. الأزمة عالمية يا أستاذتنا، لأنها مش هتنجو اليونايتد ستيت او الدب الروسي او التنين الصيني فسيستطيعوا التعامل مع العالم، لا، يجب العالم ان تحملنا مسؤوليه مواجهه جائحه كورونا. فتحت الموازنه 100 مليار للصحه، وهذه المليارات للجهات الاخرى. استمرت برامج الصحه ومكافحه فيروس سي، استمر البناء والتعمير، شفنا الاسمرات وشفنا بشاير الخير. انا راجل اكاديمي، يعجبني دايما ان لما اشوف
مقترح علمي بشوفه يطبق عملي. ما يحدث في مصر هو تطبيق العلم والعمل، ما يحدث في مصر هي حقائق، حقائق. أقدر لما أكون في المداخلة مع حضرتك وأقول وأشيد وفيتشي ومود والأثمارات وخيرات، لما يناقشني طالب أو معيد أو صديقي أو دكتور أو حتى أستاذي أقول له كنت على حق حينما قلت هذا، لست مجاملا للحكومة. الحكومة تذهب إلى المشروع لتفتحه للعمل. دكتور مدحت، عذرا على مقاطعة، لكن دكتور مدحت الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا لك.